إذا كان واحد من ضمن الأهداف في الترشح إزاي حضرتك تقدم خدمة وعمل مجتمعي، وإزاي نحن نطور يعني جزء. أنا يمكن هنتكلم على البرنامج الانتخابي لأن برضو عندي جزء منه متعلق بالفكر بتاع الطب النفسي الرياضي وعلم النفس الرياضي، لأن ده تخصص في غاية الدقة وفي غاية الأهمية. بالإضافة للجانب في جانب طبعا البرنامج بيقوم على جانب متعلق بالرياضة وجانب تاني متعلق خدمي بالنوادي والأعضاء الجمعية العمومية. لازم يبقى في توازن في التعامل في الأمر. بالنسبة للرياضي بتزداد أهميته طبعا. طبعا مما لا شك فيه. يعني الأهلي كان عنده تجربة قبل كده، أعتقد مستر مانويل جوزيه كان معاه دكتور محمد فكري. أستاذنا الكريم، وكان له تأثير في حتى في مسار الفريق. طبعا طبعا. وبعد كده يمكن انا ودي من ضمن الاهداف بتاع البرنامج الانتخابي ان بتكلم على مفهوم فكر الطب النفسي الرياضي وصناعه البطل من المنظور النفسي الاجتماعي. لان النهارده احنا مش هنقدر نفصل الحاله النفسيه عن الحاله الجسمانيه وعن اداء الرياضه، الاثنين متداخلين بشكل كبير. وانا البرنامج اللي بتكلم فيه من الشباب الى المحترفين يعني بيعدي على مراحل مختلفة. بداية من الشباب احنا بنلاقي كتير اطفال كتير بيحبوا الرياضة بيتدربوا، في مدربين بيبقى عنده الملكة والامكانية اللي هو يتعامل مع الطفل واللي هو يحتويه ويتكلم معاه. في بعض المدربين ممكن يكون عندهم الجانب الحماسي اكتر او الجانب التوجيهي، بس في بعض الاطفال بينفروا او بيتعبوا او بيبقى عندهم خوف او قلق من الاجواء المتعلقة ببعض المدربين. فبنلاقي ان احنا بيبقى عند الطفل عنده حب للرياضه لكن بيبدا يبعد عنها لان هو بيبقى المناخ ممكن يكون عامل له بعض التوتر او القلق. وده محتاج يكون العلم محتاج يبقى هو الميزان اللي احنا بنبني عليه عملنا. لان الموضوع ده مفروض في الوقت الحالي احنا 2021 في تطور كبير في جميع مجالات الحياه. نتكلم ان اصبح ان العامل النفسي والتوجيه ما ينفعش اللي هو يخضع الى المعايير الفرديه، لازم يبقى ليه معايير ثابته نقدر نقيس عليها شغلنا ايه، احنا من الى ايه. لان الحاجه اللي احنا ما نقدرش نقيسها ونقيمها مش هنقدر نتابعها بالشكل السليم. فالاهتمام بالجزء ده جزء مهم جدا، لان في الفتره بتاعه الطفوله بيبقى فيها كمان التكوين بتاع الثقه بالنفس. والتكوين بتاع الشخصيه. التكوين بتاع مهارات التواصل والمهارات اللي بتتعلق كمان بالقيم الرياضيه، لان القيم الرياضيه هي قيم ساميه. مهم جدا ان الانسان يبقى فيه عنده حب للتنافس. بس التنافس في بعض الناس بيوصل لهم التنافس اللي هو الفوز باي طريقه. وفي ناس بالنسبه لها التنافس هو بذل اقصى جهد للوصول الى الهدف. هو ده المفهوم المهم في الرياضه. اللي انا ابذل اقصى جهد اشتغل على نفسي اوصل للهدف بتاعي. انا حاجه لحضرتك في حته السعه النفسيه للرياضه عامه، وهل مختلفه ولا لا؟ بس الصوره دي حضرتك ايه اللي فيها؟ ده كان في مجموعه في ورشه عمل بيبقى في مجموعه من الشباب بيبقى في يعني بيبقى في زي بعض المواقف وبيبقى عمل في مجموعات عمل. ده بيساعد الاطفال ان هم يتكلموا مع بعض. ويمكن احنا في بدايه الجلسات دي هي دايما بنعمل قواعد. القواعد دي هي هم اللي بيبداوا يحطوها. ان واحد ده هو بيتكلم المفروض ما حدش تاني يقطعه. ولو واحد بيتكلم ما ينفعش اتنين ما يسمعوهوش. من ضمن الحاجات ان كل واحد ليه الحريه المطلقه يقول الافكار بتاعته من غير ما حد ينتقده عشان يقدر يبقى عنده القدره على الفكر الابداعي. واي فكره مهمه. وبعد كده بيتحط مجموعه افكار، مثلا نتكلم على نقطه معينه، فزوره معينه او حاجه معينه متعلقه ببعض المشاكل في الحياه، وهم يقعدوا يدوروا لها على حلول. وبعد ما بيعملوا ده هو بيتحط الافكار كلها، دي ما اسمها مجموعات فوكس جروب. بيحط الافكار كلها على السبوره. وبيبداوا يتصوتوا ايه اهم فكره وايه الفكره الاقل وايه الفكره الاقل، بحيث يبقى في سياسه الراي والراي الاخر. واهميه كل واحد يعبر عن رايه واهميه وتقبل الاخر وفي الاخر نوصل لنتيجه. لان في بعض الاوقات بنوصل لمرحله فيها خلاف وتزداد الصراعات، لكن لما يبقى فيه نقدر ان احنا نتوافق على رؤيه وعلى هدف ونقدر ان احنا نتيح للجميع المشاركه، فكل اللي عنده حاجه بيقدر يقولها ويقدر يتكلم عن رايه ويقدر يعبر عنه.
ويقدر يسمع الآخرين وآرائهم، لأن أوقات كتيرة الإنسان لما بيسمع الآخر وهو بيتكلم وفي إطار من التناغم وفي إطار من الاحترام، إنسان بيبدأ يفكر في الآخر بيقول إيه لحد ما نوصل للهدف المطلوب. ومن هنا بتلاقي الجميع عنده حالة من الرضا والساتسفاكشن، إن هو قدر يعبر عن نفسه وقدر يقتنع بوجهة النظر الآخر.